أهلا بكم من جديد مشاهدينا. عاد لينضم إلينا من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. تحية طيبة لك سيدي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. بداية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بسحب 2500 جندي أمريكي من سوريا إلى العراق، كيف ترون هذه الخطوة ودورها في تعظيم التواجد الأمريكي في العراق؟ يعني هي تكمله سيدي للخطوات التي بدات بها الاداره الامريكيه منذ تسلم ترامب للبيت الابيض. الملف واضح، الامريكان لا يخفون حقيقه انهم اليوم يعتمدون على قواعدهم في العراق في مراقبه المنطقه وخصوصا ايران. فبالتاكيد ما يحصل اليوم هو عباره عن تكمله لهذه الخطوات التي بدات، القوات التي انسحبت. فاعتقد بانه الغالبيه العظمى من القوات الامريكيه الموجوده في سوريا سوف تتواجد في العراق باكملها قريبا، لان كون هنالك قواعد، يعني كما صرح ترامب هنالك قواعد جاهزه وهنالك قواعد ايضا قيد الانشاء. ما الهدف برايكم من سحب هذه القوات الامريكيه من سوريا الى العراق؟ قل عندما حدث اللقاء مع الرئيس الامريكي ترامب قال بانني اتواجد في العراق لمراقبه ايران. فأعتقد بأن الملف الإيراني اليوم أصبح على أولوية الأجندة الأمريكية، والعراق يعتبر هو الأقرب من أجل حقيقة اتخاذ أي خطوة تجاه الإيرانيين. الأذرع الإيرانية الموجودة في العراق هي الأخطر في المنطقة. ميليشيات الحشد الشعبي خطرة جدا، تدخلت في سوريا وتحاول تدخل في، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك تكنولوجيا هائلة في قضايا التجسس والمراقبة وأقمار صناعية وطائرات تجسس بدون طيار، هل تحتاج لتواجد عسكري في العراق لتراقب إيران؟ يعني سيدي احنا نتحدث عن مواجهة حقيقية قد تكون على أرض الواقع. يعني نحن الحرب الباردة ما بين الأمريكان والإيرانيين انطوت. اليوم هنالك عقوبات اقتصادية تؤذي الاقتصاد الإيراني، والملف العسكري يتحرك جهود دبلوماسية. مؤتمر وارسو أخيرا اجتمع به قوى العالم من أجل تجريم إيران، والواضح بأن الأمريكان يتحركون في العراق بعلم الحكومة العراقية من اتفاقية التي عقدها نور المالكي معهم عام 2011. هنالك فقرات تنص على إمكانية عودة الأمريكان واستخدام القواعد العراقية. أنا الوجود الأمريكي في العراق الكل يتنصل، اليوم المالكي ينفي مسؤوليته عن استخدام هذه القوات إلى العراق، من إذن الذي أبرم هذه الاتفاقيات، اتفاقيات الدفاع والأمن مع واشنطن؟ الحكومة نور المالكي باتفاق جميع الأحزاب الموجودة في بغداد كانت موافقة على فقرات الاتفاق الأمني صوفا، المسمى صوفا الذي حدث مع الامريكان عام 2011، ومن ضمن هذه الفقرات هو امكانيه استخدام الاراضي العراقيه والقواعد العراقيه من قبل الامريكان، مع العلم ان الامريكان لم يغادروا جميعا، غادرت قوات وكانت قوات باقيه منذ عام 2011 وحتى اليوم. صرح قبل يومين صرح السفير الامريكي في بغداد، صرح باننا متواجدين بامر الحكومه، واذا ارادت الحكومه اخراجنا فلتقل ذلك، والحكومه تنصلت. لا احد اليوم يريد ان يواجه القوات الامريكيه وما يجري في العراق حقيقه من انتشار امريكي، لا احد يريد ان يتحمل المسؤوليه. بالمقابل ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي يصف هذه القوات الموجوده في العراق بالصديقه ويعتبر وجودها امر ضروري. بقراءه واقعيه، الى اي مدى ترون ان الوجود الامريكي في العراق ضروري في ظل المليارات التي تنفق على الامن والدفاع؟ المليارات الامن والدفاع سيدي داخل المنظومه العراقيه في بغداد حقيقه منظومه فاسده غير قادره على ان تواجه ان كان هنالك فعلا حقيقه خطر الارهاب. هم يعلمون بان الامريكان متواجدين من اجل اجندات ومن اجل ملفات لا دخل لهذه الحكومه ولا راي، ولا لا ياخذون راي هذه الحكومه. لكن ما يصرح به العبادي هو عباره عن التعبير عن انشقاق، حاله انشقاق داخل هذه الاحزاب وأجندات مختلفة، وكل يمثل جهته. هنالك من يمثل الإيرانيين، وهنالك من يحاول ويمثل الأمريكان، وهو بالنتيجة عبارة عن عدم رؤية واضحة لهذه الحكومة لإدارة الملف الأمني والملف بصورة عامة داخل العراق. نعم، الخبير الأمني والعسكري محمد فوز اللامي كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.